محمد الفقيه البصري رجل عارض الحسن الثاني بكل قوته وشارك في 18 محاولة انقلابية حاول تدبيرها على الملك الحسن الثاني، وعمل جاهدا بكل ما أوتي من ذكاء وعزيمة وقوة على معارضة الحسن الثاني حتى النفس الأخير. في هذا التقرير التاريخي نتتبع مسار محمد الفقيه البصري من زاوية أكاديمية ومن دراسة دكتوراه جامعية أعدت حول الرجل. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى. محمد الفقيه البصري، دراسة في النخبة السياسية المغربية بعد الاستقلال، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ للطالب نعيم الخرازي تحت إشراف الأستاذين جمال الكراكز ومعروف الذفري. نقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ب 5 نوفمبر 2021. تتحدث الأطروحة الجامعية عن مسار شخصية مهمة في التاريخ المغربي نظرا للأطوار التي اطلع بها محمد الفقيه البصري في محطات مهمة من تاريخ المغرب الراهن مثل المقاومة المسلحة ضد الاستعمار والصراعات السياسية التي عرفها المغرب بعيد الاستقلال ومعارضة نظام الحكم بشدة والتآمر على نظام الحسن الثاني في 16 يوليو 1963 والمحاولة الانقلابية الثانية 1972 وأحداث مارس 1973 بخنيفرة وغيرها من الأحداث. كان محمد الفقيه البصري أحد قادة المقاومة وجيش التحرير بالجنوب وعضوا في اللجنة السياسية لحزب الاستقلال ما بين سنتي 1956 و 1959، وأحد مؤسسي حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، كما يعد من أبرز معارضي نظام الحكم في عهد الملك الحسن الثاني ورمزا من رموز التنظيم السري التابع لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحركة الاختيار الثوري للمهدي بن بركة. وخلال ارتباطه بالمعارضة في الخارج صارت له علاقات متعددة بعدد من الأنظمة والقيادات والتيارات السياسية العربية التي كانت تصنف نفسها قومية أو ثورية أو اشتراكية أو تقدمية بالمعنى الواسع. حاولت هذه الأطروحة الجامعية معالجة إشكالية تتعلق بمسار المقاومين الذين التحقوا بالنخبة السياسية غداة الاستقلال ثم انتقلوا إلى المعارضة من خلال نموذج محمد الفقيه البصري، وعبر تتبع مساره من دمنات ومن مراكش ومن انخراطه في المقاومة وفي جيش التحرير إلى المعارضة وإلى محاولة الانقلاب على الملك، ورصدت منعطفات ومآلات هذا الجيل من المقاومين. تخلص الأطروحة إلى أن مسار محمد الفقيه البصري تميز ما بين أواخر عهد الحماية وما بعد الاستقلال بازدواجية جمعت بين العملين السياسي والمسلح. وفي الختام، فقد تمكن يعني صاحب الأطروحة من تتبع سيرة محمد الفقيه البصري من التعرف على بعض سمات شخصيته التي يمكن أن نجملها في أن الرجل كان راديكاليا في مواقفه ويتمتع بكاريزما كبيرة مع التطلع إلى الزعامة والقيادة والبرغماتية والنفعية الكبيرة والطموح الجامح والكبرياء، بالإضافة إلى تصلب مواقفه والإصرار على رأيه وموقفه الشخصي. كما تميز الرجل بالقدرة على التواصل والإقناع والصرامة والمناورة والمكر السياسي وحضور سلطة الزعيم والقائد والعقاب لديه والميل إلى البروز الإعلامي فضلا عن البشاشة واللباقة والكرم والتواضع وخفة الذل، لكن يبقى الغموض وتعدد الوجوه صفتين لازمت الفقيه في مختلف مراحل حياته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.